السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في قضية هي الأخيرة في محاكمات نظام المخلوع العبثية، قضت محكمة جنايات القاهرة بتبرئة نجلي مبارك من تهم التلاعب بالبورصة والحصول على أكثر من ملياري جنيه بشكل غير مشروع. الحكم الذي أسدل الستار على نحو 9 سنوات من وقائع نظر القضية قدم إشارات هامة عن مستقبل الحياة الاقتصادية في مصر وحظوتها، فضلا عن مستقبل الرجلين باعتبارها إحدى عمليات التسوية مع رموز الدولة العميقة خلال الآونة الأخيرة. تسوية ضمنت تحييد الفريق أحمد شفيق وتبرئة صاحب الصندوق الأسود سامي عنان، فضلاً عن إعادة الاعتبار لكثير من رفاق المجلس العسكري بعد فترة طويلة من التنحية أو القطيعة. غير أن سياسة التسوية تلك لا تبدو مقصورة على رموز الدولة العميقة في ظل اتجاه مجلس النواب إلى مزيد من التوسع في قاعدة التصالح مع المستثمرين وضمان عدم تعرضهم لعقوبة الحبس أيا ما كانت تهمهم. لن نسمح بحبس رجال الأعمال في المخالفات الاقتصادية، يقول رئيس مجلس النواب علي عبد العال، فيتبعه وكيل المجلس ونواب الأغلبية يبشرون ببادرة أمل جديدة للفاسدين، التزاما بتكليفات السيسي والتي ستشمل كذلك شركائهم من موظفي الدولة. الموظفين عشان ياخدوا القرار، احنا شغالين في القانون ده، شغالين في القانون ده اللي هو ان احنا نؤمن المسؤول الحكومي عند اتخاذ القرار بعيدا عن الفساد او اي شيء اخر، لكن اللي هو الخطأ المهني اللي ما ترتبش عليه ان هو يتعرض لعقوبة يعني مقيدة للحرية. فطبقا للقانون 133 الذي أصدره السيسي نهاية يوليو الماضي، تجري إحالة كل القضايا التي صدرت فيها أحكام ببطلان الخصخصة والبيع في عهد مبارك إلى اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بعيدا عن ساحات العدالة. حتى المخالفات المحتملة لم تعد مسألة العقوبة فيها تحدياً أمام هؤلاء في الداخل أو حتى في الخارج، إذ تهدف التشريعات الجديدة إلى تمييز العقود الحكومية الخاصة بالجمارك والاستيراد والضرائب بالميزات الخاصة بالصندوق السيادي. تمييز يأتي في مقدمته قصر الطعن في قرارات نقل ملكية الأصول السيادية على الجهة المالكة أو الصندوق المنقول له فقط دون غيرهما، وبعيداً عن ساحات القضاء أو أحكام القانون. توجهات تعكس في مجملها حقيقة تهافت النظام على نيل ثقة المستثمرين الأجانب، حتى أولئك المتهمين منهم في قضايا الفساد، وبما لا يضمن حق الدولة حتى في تقاضي مقابل عادل للخسارة التي سببها هذا الفساد. تبرئة الفاسدين، التسوية والتصالح في قضايا الفساد، محور حديثنا في هذه الحلقة مشاهدينا من قصة اليوم.